انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب قلبي كل سنه وانتم طيبين. بناء طبعا على طلبات ناس حبايبي ان هم كانوا عايزين يشوفوا الشقه بتاعتي بعد ما فرشتها طبعا. فانا عملت فازوق على قد كده، حاجه بسيطه يعني، حبيت اوريها لكم. الاول دي كده البوابه اهيت، وهنا باب الشقه لان انا عندي بوابه وباب شقه ورا بعض. دول هنا الاول العصفورتين بتوعي، كل سنه وانتم طيبين بقى. بصوا دول العصفورتين بتوعي، هم جوه في بيتهم لان هم جايبين عصفورتين صغنانين اليومين دولت، فمش بيخرجوا من بيتهم بقى. دي يعني انوار كده يعني ايه، حاولت ان انا دي الجزامه هنا في المكان ده، حاطه الجزامه حاطه العصافير. ندخل بقى كده على جوه، دي الصاله اهيت. طبعا السبحه دي عايزه احكي لكم التفصيله بتاعتها. ممكن حد يقول لي ايه السبحه الطويله دي؟ السبحه ديت انا بحب اسبح، بس مش بحب اسبح بسيط كده، لا بحب اسبح كتير جدا. فكنت الاول جايبه الناقه بتاع البلح والحاجات دي، وكنت اقعد احوش اعمل كيسه كبيره كده. ففجاه لقيت الولاد بتلعب بحاجات زي دي، قلت طب ما انا، قلت لهم ايه ده؟ قالوا لي ده من عن يعني زملاتنا بيشتروهم وكده. قلت لهم طب انا عايزه منهم مجموعه كبيره. قعدت احوش منهم كل يوم كل يوم. شوف عملت سبحه قد ايه، دي حوالي داخله في 500 تسبيحه، يعني 500 وحبه عملتها اهيت. طبعا انا بحب السبح جدا، بحب ان انا اقعد اسبح كتير. دي كده ببش، حتى بصوا حتى العداد بتاع الغاز مزوقاه اهوت. ده ستيكر كده لازقاه كده، كنت حاطه هنا السنه اللي فاتت مفرش، كنت لازقاه هنا برضو كبير. السنه دي بقى حطيت ده. عمكم طبعا سموره وعم شكشك وبكر ورشيده. بصوا بقى حبايبي انا هاخد رايكم يعني في شويه حاجات كده وانا ايه وانا بصور وكده. السفره دي طبعا صغيره محطوطه هنا. بصوا هي كانت محطوطه هنا مكان الكنبه الصفرة دي، والكنبه الصفرة دي كانت هنا، السفره دي طبعا كانت هناك، لكن انا ايه قلت اجيبها هنا علشان هناك اوسع الصاله، حطيت السفره هنا. فاللي شايف راي تاني يعني يقول لي. هنا بقى هندخل على ده العسكري الصغنون بتاعي، هنقيد النور. اهوت ده طبعا العسكري الصغنون بتاعي، يعني قلت لازم برضو يحس برمضان، حطيت فيه مفرشين كده اهوت. والمخدات اللي في الارض دي كانت من اختراعي، كان سلفتي يعني كانت عايزه ترميهم او مش ترميهم، كانت الحاجات اللي هي الكسوه بتاعتهم دي كانوا بتوع انتري عندها، فقالت لي انا مش عايزاهم وكده، كانت فرشاهم على الانتري كده، فقالت لي انا مش عايزاهم، فانا خدتهم منها دولت ودولت اهمت. وقلت لها ايه طيب تمام هاتيهم، فخدتهم. كان عندي قطن بقى، قعدت عبيتهم في القطن وعملتهم مخدات كده، بحب انا احط المخدات كده. دي بقى الكنبه بالدارفانوس طبعا بتاعي. وده المصحف الملون بتاعي، دي الكنبه المفضله لقعدتي، اكتر الوقت بقعد هنا تمام. دي بقى الصاله اهيت، دي الانوار كده بحب ان انا امشيها كده في الصاله. بصوا دي بقى مفارش من بتاعه اللي احنا بنشتريها، انتوا عارفينها اللي بتنشري ديت بالمتر من عند بتاع القماش. كانت عندي من السنه اللي فاتت، هي مش جديده بصراحه، ما اشتريتهاش السنه دي، ومسكتها خيطتها عملتها هنا اكياس للمخدات الصغيره بتاعه الانتريه اهو. طبعا الفكره ديت اتقالت لي، انا كنت طبعا انا عارفه ان في مخدات من دي بتتباع يعني، بس انا قلت ايه اعملهم اكياس اهو. عملت منهم اربعه تمام، وعملت مفرش للترابيزه دي، وحاطه كده عند التلفزيون. مش عارفه المنطقه دي مقفوره ولا لا، حاسه انها مقفوره، اللي حاسس بكده يقول لي يعني. انا حاسه ان النص ده كده مقفور شويه، مليان دباديب ومليان حاجات كده مش عارفه في ايه. عايزه اقول لكم ان الحيطه دي من اختراعي، الحيطه دي اللي يشوفها يقول ان هي 3 دي اهيت. الحيطه ديت طبعا انا كنت عايزه اعمل منظر طبيعي هنا ورا الشاشه، ف
فقلت ان انا ايه اروح اساله كده. فروحت اسال، لقيت ان الحاجات دي غاليه جدا، ولقيت ان الحيطه هتخش طولها في عرضها داخله في 1000 جنيه وهتعدي. فجيت بقى فحرت عن، انتوا اكيد مركزين في الفيلم، انا مش عارفه الفيلم شغال مين اللي ساب الفيلم ده شغال. المهم ان هو وهو بسال يعني، المهم ان انا قعدت افحر على النت، لقيت بقى ايه واحد بيعلم ان ازاي نعمل الحيطه ولازم ازاي نعمل الحاجات ديت. فقعدت اتفرج، بصوا لو تلاحظوا هي عامله زي 3 دي كده، قعدت اتفرج وقعدت اتعلم، والحمد لله دي النتيجه. اكيد يعني محدش هيصدق قوي، انا عملتها انا والولاد هنا يعني في البيت وكده، عملناها مع بعض. جبت لون اللي هو الرصاصي اللي تحت ده، كان لونين على بعض لحد ما اغمقوا كده. وطبعا كنت جايبه لزق، لزقت الحيطه كلها، عملت الشكل ده. ده طبعا سطرتها الاول، مش هشرح لان الموضوع طويل. بس هي كده، ايه رايكم فيها؟ ودي كانت حامل للشاشه، دي كانت الشاشه متعلقه هنا، بس حبيت ان انا انزلها. تمام، دي كانت كومودينو عندي صغيره او ترابيزه صغيره كده، انا بيضتها عملتها لون ابيض، انا بحب اللون الابيض. وجبت لها اللزق اللي هو تحت ده، بصوا ده، ده لزق اللي هو بيبقى اللي انا عامله منه الاشكال اللي في الحيطه دي، شايفين الاشكال دي انا عاملاها برضو. عارفين اللزق اللي هو ده، اه ده اهو، ده اللي هو بيتلزق ده كده من ورا، بيبقى بيتلزق. تمام، فانا جبته وعملت منه الاشكال دي، وبقيت اقص كده والزق هنا في الحيطان دي اهوت، عملت منه كذا شكل اهو، ودي كان شكل كده لوحده. تمام، وطبعا لزقت هنا، جبت منه اللون الفضي ده عشان الانتريو كده لونه لونه اسمر، ايه لونه رصاصي. ودول السماعتين طبعا جنب الشاشه، بس حاسه ان فانا الرف ده اللي هو الحامل ده مرضيش اشيله بصراحه، قلت خليه، فزوقته برضو، حطيت له ده اللي بيلمع وزوقته كده، عملت له حاجات برضو. ومقعد الاستاذ ده والدوب ده على الفيشه اهو. انا حاسه ان لو حد شايف ان الجنب ده مقفور كده يقول لي، اهو من بعيد اهو، لو حد شايف ان هو مقفور يقول لي. هو لون طبعا الاستاذه فريده مبوظالي الانتريه شويه، مخربشاه، بصوا من هنا عاملاه بضوافرها، هي الحمد لله مش هنا يعني دلوقتي. ده الاستاذ دبدوب بتاعي، ازيك عامل ايه؟ اهو دي بقى اوضه الولاد على السريع كده، اهلا استاذ زيزو. ده عامله كده زي ركن هنا بسيط كده عشان الصلاه، ده فانوس كبير اهوت حطيته لهم هنا، عامله لهم يعني ركن للصلاه كده بسيط كده على قدي، بالقران طبعا بتاعهم اهو. وهنا الفانوسين بتاعهم هنا اهوت، يعني الاوضه ايه، هي كان فيها سريرين، كانت فيها سريرين، وده الكمبيوتر هنا، وهنا طبعا الدولاب، وهنا الاستاذه عروسه دي بتاعتي، تحس انها طولي كده طويله، تحس انها طولي. فانا كان في هنا سريرين، بس الاوضه عشان جايه بزاويه، جايه بزاويه من الحته دي، فطبعا كانت مضايقه السرير قوي، حتى السرير ده جايه بزاويه برضو. فجبت انا سرير كبير كبير اهوت بيهم بالسريرين الصغيرين، وحطيته. عايزه اعمل هنا شباك، يا افتح شباك هنا على الصاله في الحيطه دي هيطل طبعا على الصاله بره، يا اما افتح شباك في الحيطه دي يطل على اوضتي انا، يعني اوضتي هناك برضو في الناحيه التانيه، فمش عارفه. هو كان في هنا شباك الاول بس في الناحيه دي، بس بتاع ده بسم الله الرحمن الرحيم، لما بنوا عماره ورا هنا انسد. فطبعا اللي عنده فكره هنا بالنسبه للشباك هنا يقول لي برضو، يعني هنا يبص على الصاله يا هنا يبص على الاوضه، مش عارفه بقى. نيجي نروح فين؟ طبعا دي صالة كده صغنونة، مش صالة، زي طرقة كده. هندخل بقى منها كده على المطبخ بتاعي، طبعا مطبخي اهوت يعني مش كبير قوي، عامله له سترة اللي هي الفواكه دي، برضو حسسته برمضان. بصوا جبت له اللي هي دي الاستيكر ده، حسسته برمضان، والبوتاجاز والتلاجة هو على قد شوية يعني. وعايزه اقول لكم بقى ان الدواليب بتاعته دي كلها مليانه، اللي هي الاعشاب بتاعتي والتجارب بتاعتي اللي انا بعملها، مليانه مليانه اعشاب ومليانه حاجات
لدرجة ان انا شارية تربوهات. بص التربوهات دي، وفي تربو جوه تاني علشان خاطر بس اهو التربو تحت اهو، علشان خاطر بس ياخد الحاجة بتاعتي. ما فيش طبعا، ده البوتاجاز برضو. ادي كده المطبخ بتاعي، يعني هو مش ايه اهو، هو طويل بس هو 3 متر طول في 1.5 متر عرض. ده الحمام هنا طبعا، الحمام اهو. بس انا كان المفروض يبقى هو المطبخ، يعني كان المفروض المطبخ هيبقى هنا في الوش كده، والحمام كان كده. بس هما قالوا ان كده يبقى الحمام هيبقى، الحمام كان هنا، يبقى المطبخ هنا. كان بيقولوا ان هو كان هيبقى صغير يعني، فنقلوها، مع ان المفروض يبقى هنا، لان انا طبعا حاطه عليه ستاره وله باب جرار، بس انا حاطه له ستاره علشان هو في الوش، علشان هو برضو ايه عشان الوش وكده، يعتبر في وش الانتريه. تمام اهوت، بسم الله. نروح اوضتي كده على السريع سريع سريع. مين كان فاتح الشباك دي؟ اوضتي يعني حاجه على القد كده. عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله فيديو للسراحه دي مخصوص، بس اتمسح من عندي. السراحه دي كانت مقلوبه، تضرب تقلب، كانت فظيعه. كان كل اللي يخش يحط حاجته عليها، حتى دلوقتي بعد ما نظفتها. بصوا المعجون البتاع دي اللي هي الكمامه، الكحول، كله اللي بيخش بيحط حاجته هنا. دول طبعا كانوا كرتونتين بتوع اللي هم الكوبايات لو انتوا تعرفوهم. فمن كتر الحاجه والزيوت، الزيوت التربو اللي هناك ده مليان زيوت. التربو اللي انتوا شايفينه ده انا شاريه مخصوص عشان الزيوت، بس زيوت صغننه كده. مش عارف مش عارفه، انا عندي صراحه الحاجات، حاجات الوصفات كتيره جدا 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 يعني فوق الوصف. فانا من كتر الحاجه مش لاقيه اشيل حاجتي فين. دول مليانين، والتربو ده مليان، والادراج، وكله، حتى الدولاب بتاع السراحه ده، حتى الكومودينات. فجبت بتوع الصابون بتوع الكوبايات دي عشان اخاطر احط فيهم حاجتي اللي هو الاستعمال اللي هو اليومي، ميه ورد، زيت جونسون، الحاجات اللي هي ان انا بستخدمها، الكريمات بتاع، كلها حطاها هنا. الكريمات والحاجات كلها حطاها هنا اهو. فطبعا ايه يعني اهيت برضو. ده هنا عاملين نور كده بسيط بس كده. وكانت دي شقتي بقى، حاجة على القد كده. ان شاء الله باذن الله تكون عجبتكم، واللي عنده اي فكرة يقول لي. طبعا بالنسبة لقطي هنا، انا كنت عاوزة انقل الدولاب ده، الدولاب كنت عايزة يجي الناحية دي علشان خاطر يعني اعرف افتح البلكونة كلها، لان كلها ما كانتش بتتفتح حاليا، يعني مش بتنفتح زي ما انتوا شايفين ان في حاجه فيها، يعني الدولاب من محيش ضرفه. فلسه بقى ان شاء الله الايام الجايه هعمل لها ستاير اهو. دي كانت بقى ايه الشقه بعد فرش رمضان، بسيطه كده. ودي لمبه من اللي هي بتلف برضو، بس هتبان بقى لما نطفي النور اهو. ده كده الجو بقى في الايه اما نطفي النور كله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وان شاء الله بإذن الله رمضان كريم علينا جميعا. واللي عنده اي فكرة طبعا يقولها لي. واديكم شفتوا الشقة كلها، الحبايب قلبي اللي كانوا عايزين يشوفوها، واخواتي وكده اهوت. اللي عنده بقى اي فكرة يبقى يقول لي، وان شاء الله بإذن الله نعمل كل الافكار مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان سعيد علينا جميعا يا رب العالمين، ويبلغنا رمضان واحنا بخير كده يا رب. وأشوفكم على خير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.